المربى القرع رح نحتاج ل 2 كيلو قرع مقطع، نص كوب شيد او كلز، 3 لتر مي. للقطر رح نحتاج 2 كيلو سكر شعبان، 2 لتر مي، عصير ليمون، وللتزيين رح نحتاج مكسرات وحبة البركة. القرع زي ما انتم بتعرفوا هو القرعه الكبيره واحنا بنقطعها، صح؟ هي بتعرفي هي على فكره مش قرعه، هي يقطينه، ولكن ليش احنا بنسميه مربى القرع او معتادين نسميه مربى القرع، ولكن هو لازم يكون اسمه مربى اليقطين لانه هي الحمراء او الاورنج هاي الكبيره هي يقطينه. اوكي تمام، بس احنا خلاص متعودين يقطيني قرعه هن كل واحد. بس انا انصدمت انه لسه في لهلا، انا بعرف انه موسمها بشهر 10، بشهر 11 اخر 10 اول 11 جاد، بس لهلا معبى السوق وكمان سعره كتير رخيص هلا، وفي ناس كتير بحبوه، ومن يعني بالنسبه لي رح تكون من ارخص انواع المربى وطعمه كتير طيب. صحيح. طيب حلو. طيب هلا في طريقتين عشان نعمل المربى القرع او الحلاوه الموسميه نقطعهم. اول شيء بدكم تقيموا القشر، اذا بدنا نعمل المربى وتقطعوهم كلهم بتحاولوا انكم تطلعوهم بحجم واحد مربعات عشان نعمل مربى القرع. تمام متفقين. اذا بدنا نعمل الحلاوه الموسميه لانه هذول انا كنت نقعتهم بالشيد فبس حطيتهم مي نظيفه، راح تقطعوه يا طولي كتير رفيع، هي خليني اورجيكم قد ايه رفيع. برش بزبط، انا ما برشتهم برش، انا قطعتهم عشان يضلوا قطع حلوين، ولكن بكل بساطه على المبشره زي ما قلت لكم دانا، بس بيطلع انعم. اوكي بيطلع كثير مبروش ناعم، فهيك بيضل هيك كل حبه بحبتها طويله وحلوه. هلا في الطريقه الاولى اللي بنبلش فيها او اهم خطوه بنعملها عشان نعمل مربى القرع، وعلى فكره اللي ببعثوا لي بدنا مربى الباذنجان نفس الطريقه. انا بدي اقول لك مربى الخشخاش. مربى الخشخاش ما عمري جربته. ذاك كثير كمان هيك فيه شويه مراره بيكون. ما عمري جربته بس والله بحب، يعني اعطيتها فكره، اعطيني فكره بحب ابلش ابحبش ادور. يلا بلشي هلا عشان ايام الثلاثه الجاي تعملي لهم وصفه الخشخاش مربى خلاص الخشخاش. ان شاء الله الثلاثه الجاي ممكن تكون وصفه جبنه كريميه وجبنه دهن وهدول الافكار. حلو. او اللي هي باودر مرق الدجاج، يعني لسه في فكرتين في بالي. طيب بدنا نعمل خطوة كتير مهمة يا دانا، اللي هي نحط الشيد بالمي. ايش وظيفة الشيد بمربى القرع او الكلس؟ الشيد او الكلس من وين نجيبه؟ بنجيبه من اي محلات ادوات بناء او بعض العطارة، محلات العطار بيبيعوه. حلو تمام؟ تمام. ايش بيعمل؟ رح يحافظ على القوام زي ما هو، ما رح ينهرس معي. احنا مربى القرع بيختلف تماما عن كل انواع المربى، هو مش مربى بناخده بندهنه، عرفتي كيف؟ بضل قطع زي ما هو، او احنا بنعمل حلاوه موسميه. عندي المي وعندي الكلس او الشيد، بدكم تديروا بالكم بالبيت البسوا جلافز لانه هو بالنهايه بيحرق الايدين، فبدكم تديروا بالكم. حطوا الشيد او الكلس بالمي واتركوهم مع بعض تقريبا نص ساعه لحتى شو تحسي انه خلص داب، حركوه كثير منيح. عندي القرع موجود مقطعته بالطريقه اللي بدي اياها، سواء بدي اعمله حلاوه موسميه او سواء بدي اعمله مربى يا دانا. اوكي انا اللي مضايقني اليوم نسيت اجيب القرعه اللي اشتريتها مخصوص عشان احطها منظر، كيف ما بعرف. ما انا لسه كنت جاي احكي بعدين قلت لا خلص ما بدي افتح لها مواجع واذكرها بالموضوع. لا المهم بدنا نحط زي ما حكينا الكلس او الشيد، بدي اخذ القرع واحطه فيه. قد ايه لازم اخليهم وقت؟ هلا اذا بدي اعمله حلاوه موسميه بدي اخليه تقريبا ساعتين ثلاث ساعات، ما بحتاج كثير لانه مبروش ناعم. ناعم فما بدنا اياه كثير وقت، ولكن اذا بدي اعمل مربى القرع لازم اتركها ليله كامله. اوكي اتفقنا؟ قد ايه رح تركيهم يعني ليله؟ طبعا انا غلط اني انا مسكت حليته وحركته لانه ما بدي بسرعه الكلس، بدكم تحركوه كثير منيح وتضلكم يعني يتاكدوا انه داب 100% 100% بعدين احطوا القرع، فعشان هيك قلت لكم اتركوه نص ساعه، بس دائما احنا عشان الوقت بس بحب اورجيكم الخطوات. فجبنا قد ايه شيد؟ تقريبا انا حطيت لكم 3 لتر من المي، عليهم نص كوبايه من الشيد او الكلس. طب هذا ايش رح يعمل فيه؟ رح يخلي قوامه بقرمش. آه، عرفتي أوكي. كيف اللي بده يعمل مربى الباذنجان بتجيبوه بتقشروه بنفس هاي الخطوه بالضبط اللي انا عم بعملها. بده يضل ليله كامله اذا بدنا نعمله مربى القرع، واذا بدنا نعمله الحلاوه او اللي هي حلاوه الحلاوه الموسميه بدنا نتركه ساعتين لثلاث ساعات. اتفقنا؟ اتفقنا. هلا كلنا متفقين انه الشيد او الكلس هي ماده كيماويه، صح؟ فاللي بدنا نعمله بعد ليله نغسله، او قبل ما نغسله ننقعه بمي حلوه نظيفه من الحنفيه، نتركها ساعه ساعتين ونرجع نغسله 3-4 مرات لتصير المي عندي صافيه. طبعا كثير يعني اذا المي ما صارت عندي صافيه احنا بنحكي انه لسه في من الكلس موجود
على القرع او على الباذنجان اذا بدنا نعمل اللي هو مربى الباذنجان. اوكي انا بغسل 4-5 مرات بعد ما حطينا الشيد يعني شايفين المي صافيه. هي خليني اورجيهم. بتبين مغسول مغسول 4-5 مرات مع هيك تركته كمان بمي عشان اضمن انه نزل. اوكي هيك خلصنا هاي المرحله. طيب بسيطه بسيطه كثير. ممتاز لهون الامور تمام. بدنا نعمل القطر. القطر اللي بنحط فيه القرع او الحلاوه الموسميه سكر. تمام بحس كل يكون كيلو اكثر ولا لا؟ لا شوفي انا اليوم عملته يعني امبارح دوقت بابا عملته حلاوته عاديه. اوكي في ناس بحبوه كثير مدبق يعني زي لما انت تاكلي شيء بكثير مدبق فهو بيختلف عيار السكر. هلا زي اللي انا عملته بالضبط حطيت كيلو سكر شعبان كيلو قرع. أوكي. كيلو سكر لتر مي. حلو تمام مقادير سهله. بدنا اياه يكون كثير طعمه حلو ويكون فيه لزوجه. كيلو قرع كيلو سكر نص لتر مي. تمام خففنا المي نص كميه السكر. أوكي. القرع لازم توزنوه بعد ما تقشروه يعني قشرته ونظفته بعدين بوزنه بيطلع عندي 2 كيلو 3 كيلو مقابلهم 2 كيلو سكر يعني. أوكي. 2 كيلو قرع 2 كيلو سكر. أوكي. بدنا القطر تبعها يكون ثقيل وطعمه كثير حلو بدنا نحط نص كميه السكر سكر. مي بدنا اياه يطلع حلاوه معتدله زي اللي انا عامليته اليوم ما بيتحكموا بكميه السكر 100% يعني على الجهتين بزبط معكم. اوكي طيب بدنا ناخذ السكر رح احط هنا تقريبا كيلو وهنا كيلو. طيب عم بيوصلنا تساؤلات على صفحتنا على الفيسبوك ليلي. انك انت حطيتيه مش مقشر بس بعد لا لا لا, لا, لا هو مقشر بس فيه رح تحط رح تقشره. لا 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 دانا هلا انا حطيته يا جماعه لازم يكون منظف ومقشر تمام وبعدين تحطوه بالشيد ولكن انا الصبايا الله يسامحهم ضل قطعتين نسيت اقشرهم فبدل ما يقشروهم حطوهم قشرهم حاولت اشيل قد ما بقدر. اوكي مقشر منظف مقطع لا تخلوا القشر، القشر احنا ما بنحتاجه انا ما حطيته مقشر بس قلت لكم كمل حبه البنات ناسيين يساعدوني يعني ويشيلوا لي اياهم. أوكي. فهو منظف مقشر. مقشر تمام؟ تمام التمام. قبل ما نعمل اي شيء هلا لازم انوههم على شيء لانه عم بيجينا تليفونات على موضوع الكلس او الشيد اللي استخدمناه اليوم بالحلقه. حكيت لكم انه الكلس او الشيد هو ماده كيماويه تستخدم او ماده سامه في محل هي مش سامه كيماويه بتستخدم في محلات البناء. انا حكيت انه انا بننقعه وبعدين بنغسله بننقعه في مي حلوه وبعدين بنغسله 4-5-6 مرات قد ما بدكم لتصير المي صافيه. ليه؟ عشان نتخلص من الماده. ولكن اشي لازم تعرفوا كل المربيات اللي انتم بتاكلوها اللي محافظه على شكلها هي فيها هاي الماده. اوكي هاي الماده ما بتضل هيني عم بغسل فيهم انا هاي الماده ما بتضل لانه انت خلص تخلصتي منها نهائيا قبل اكثر من مره اضافه انه بده يفوت على القطر يقعد له شي ساعه ساعه وربع انت موتي كل شيء فيه فما تقلقوا. ماشي انا بستخدمها ممكن كثير منكم بيستغربوا انه انا عم بستخدمها ولكن هيك الوصفات التقليديه اللي عملوها كل جداتنا اللي بناكلها قاعدين من المحلات في كل مكان هي هيك فما تقلقوا من هذا الموضوع 100%. تمام عملنا القطر حكينا موضوع القطر بدي اترك لكم اياه نسبي لكم حسب قديش بتحبوا كثافه الحلاوة. وحلاوه القرع انا بحبه مسكر كثير حلو كثير تقدروا تحطوا عندي هون انا كيلو بالضبط كيلو مقابلهم من سكر شعبان حطيت عليهم لتر من المي بيطلع عندي القطر خفيف. اوكي بدي اياه القطر يكون سميك بدنا نحط كيلو من القرع وزنته بعد ما قطعته وقشرته ونقعته كل هذا الحكي عندي كيلو من سكر شعبان ونص لتر من المي تمام رح اخذ عندي عصير ليمونه رح احطها فوق القطر مجرد ما غلى يعني احنا ما بدنا يصير قطر بعدين نضيف له القرع ورح اضيف عليه القرع تمام قد ايه بياخذ وقت القرع المربع اللي حطيته هلا تقريبا بياخذ ما في وقت محدد احكي لكم اياه ممكن انت تعملي كميه كثير كبيره فياخذ ساعتين ثلاث لانه الكميه كثير كبيره ممكن تعملي كيلو الكيلو ممكن ياخذ من 45 دقيقه لساعه وربع حسب انه قد ايه القرع عمره اذا يابسه ولا طريه مستوي مش مستوي يعني لها كثير اعتبارات بس راح اورجيكم طريقه كثير سهله وبسيطه هلا خلال الحلقه لنعرف انه القرع استوى. شوفي لونه هلا عادي اورنج كامل مع الوقت رح يبلش يصير لونه اغمق فاغمق فاغمق ليقلب للون الغامق الشفاف يعني تحسيه زي الازازه الملونه تمام بده ياخذ وقته ما تحركوا ما في داعي يعني كل هيك ربع ساعه نص ساعه بس طلوا عليه قلبوه عشان تتاكدوا انه اللي فوق ينزل تحت وعكس ذلك بس بستنى هنا كمان المربى يغلي عشان
احط فيه القرع المبروش. طيب رح اقرا شوي من التعليقات اللي عم توصلنا عبين ما يغلي شوي القطر. عم بحكوا لنا رجاء عم بتقول انه سلم ايديك على هاي الوصفات. سوزان عم تحكي اكثر شيء بصرف عليه هو الاكل. ريما كمان بتحكي انه اكثر شيء بنصرف عليه الاكل والاواعي. أسمى كمان بتقول إنه كتير زاكية ووصفات الشيف امتياز. مبارح كمان برضو جربت الوصفات اللي عملناهم بحلقة مبارح المطبقات. آه على فكرة صح، كتير بعتولي ناس على الإنستغرام طبقوها، عملوها، حبوا كتير فكرة المطبقة المطبق. لا كتير حبيتي الله شو إجاني مبارح تطبيقات على الإنستغرام، والله برافو عليهم شطورين ومبسوطة أنهم بحبوا الوصفات الصراحة. لا وحلو أنهم بجربوها بيطبقوها، يعني مش بس بيحضروا بتابعونا وبيشاركوا معنا، بيطبقوا. تعرفي إشي كمان طبقوا كتير هذا الأسبوع وكتير حبوا؟ خبز الرشوش اليمني اللي عملته. كتير إجاني عليه تطبيقات هذا الأسبوع، كتير حبيت. هو شوفي يعني الواحد إذا كان شكل الإشي عجبه، لأن العين بتاكل قبل التم، صح، فإذا صح. كان شكل الإشي محمس إنه الواحد يجربه، الواحد إنه يعمله، أنا متأكدة إنهم بيجربوه بالبيت حسب المنظر كيف بيطلع بالنهاية. فدائما الشيف امتياز بتصور لنا الأشياء يعني بطريقة تحمسنا إنه نجربها وتحمسنا إنه ندوق منها. حطينا القرع وحطينا القرع المبشور عشان نعمل الحلاوة. شوفوا عم بيغلي، طلعوا قوام السكر ممتاز. على طول ببلش يتغير معي اللون، ولكن قلنا بيحتاج وقت، ما في وقت محدد. هاي شايفين كيف ما في وقت محدد احكي لكم اياه، ولكن بيحتاج تقريبا ساعه. أوكي. من ساعه الا ربع لساعه وربع، حكينا حسب الكميه اللي احنا عاملينها. المبروش اللي هو الحلاوه الموسميه بياخذ وقت اقل، ممكن عندنا 45 دقيقه لانه مبروش ما بيحتاج.